في كل مرة يحاولون إدخال السموم إلى العراق يفضح أمرهم، تفشل مخططاتهم، يعتقل العشرات منهم، ومع هذه المحاولات لا تنتهي، بل يبتكرون طرقا وأساليب ما أنزل الله بها من سلطان. تجار آفة المخدرات مجددا في قبضة الأمن الوطني. هذه المرة عملية التهريب لم تكن بواسطة الحيوانات أو عبر مؤخرات الحيوانات كالأبقار مثلا أو الأغنام أو الدواجن، بل في علب حليب الأطفال. نعم، حاول المهربون إخفاء المخدرات بعلب حليب الأطفال وإدخال كميات كبيرة من تلك المخدرات، وتحديدا مادة الكريستال، حاولوا إدخالها إلى العراق عبر منافذ أو منفذ الشلامشة الحدودي، ولكن هذا ما حصل. ذكي ذكي هذا اللي راد يهرب المخدرات بهاي الطريقة. لا، وأحلى شي حاط الملعقة مات الحليب بطن قوطية الحليب. إذا لاحظتوا أكو الملاعق مات الحليب بطن القوطية، يعني هو يتصور أنه إذا ضابط الأمن أو الأمن لما يشوفون أكو ملعقة الحليب بداخل قوطية الحليب يقول لا خلاص ما بيها مخدرات، خلي تعبر. يعني على أساس للتمويه نبقي الملعقة مات الحليب. يلا، إذن هذه هي عملية تهريب لمادة الكريستال، باءت بالفشل. حاولوا إدخالها إلى الأراضي العراقية بواسطة علب حليب الأطفال كما شاهدنا. اعتقل أفراد جهاز الأمن الوطني في البصرة التجار المسؤولين عن إدخال هذه العصابة، وهم رجل وامرأة يحملان جنسية أجنبية تورطا بهذه القضية. طبعا لحظة إلقاء القبض على تجار الكريستال هذه في المنفذ الحدودي تناقلتها منصات السوشيال ميديا، أيضا أحدثت ردود أفعال كثيرة وتعليقات، اخترنا لكم منها هذه التعليقات. نبدأ من رائد العيساوي. يقول رائد العيساوي في تعليقه، ماذا قال رائد العيساوي؟ يقول حسبي الله ونعم الوكيل، التالي ويا تجار المخدرات، مو كافي دمرتوا شبابنا هالمرة، العراق تخربونا ليش؟ نطالب قواتنا الأمنية باعتقال جميع المتورطين سواء بالكريستال أو بغيره من المواد المخدرة. تعليق آخر ومداخلة أيضا من كوفان آل شمر، يقول يوم مؤخرات الأبقار وصوف الأغنام، يوم محرك السيارة والتيارات، هالمرة بالحليب وحفاظات الأطفال، صدق كذب؟ شنو هالإجرام؟ عافية مخدرات ما تنتهي، إلك الله يا عراق. تعليق آخر من فخامة الرجل، يقول اللي محيرني قبل الحكم كان ملكي ومن ثم علماني وما صار هيك فساد، عشو هسه الجماعة باسم الدين يحشون والفساد وصل يعني. تعليق آخر ومداخلة أيضا من هادي مظفر، شكرا قواتنا البطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني إلى متى تستمر المخدرات بالدخول إلى هذا البلد يا عمي؟ نفذوا أحكام إعدام بكل من يتاجر ويتعاطى. علي قاسم، هذول كبش فداء يخلونهم، والكمية الأكبر تهرب عن طريق 10 أشخاص غيرهم، تاجر المخدرات يبلغ عن واحد وهو يهرب كيلو أو كيلوين عن طريق غيره حتى لا ينكشف، معروفة هاي الشغلة.
أيضا تعليق آخر ومداخلة من فاطمة. فاطمة هيثم: المخدرات دخلت للعراق عبر منفذ الشلامشة، هسه فهمتوا من وين جتي؟ عافية دولة، ما عندكم شغل عمل إلا العراق والعراقيين، كون تتحاكمون وتحاكمون المتورطين وتوصلوهم لحبل المشنقة.